في إطار المبادرة الرئاسية يوم جديد، افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار افتتح أكبر وحدة لرعاية الأطفال حديث الولادة والمبتسرين بمستشفى أبو الريش المنيرة بجامعة القاهرة. المستشفيات الجامعية بشكل عام مع مستشفيات وزارة الصحة بتقوم بدور ضخم جدا. لو الناس تعلم كم الأعداد اللي بتخش يتلقوا علاج مجاني على مستوى اليوم كبير، وبالتالي عمر ما الدولة لوحديها تقدر من خلال الموازنة العامة انها تقدر انها تحط الميزانية اللي تستطيع انها تتواكب مع هذا العمل ومع التطور اليومي. النهارده احنا موجودين في وحدة 22 حضانة اتعملت من خلال صندوق تحيا مصر، ارقى ما يمكن من اجهزة وتجهيزات ومعدات، مش بس على مستوى التجهيز التقني ولكن ايضا على مستوى المكان. وينفذ المبادرة صندوق تحيا مصر الذي يقوم بإحلال وتجديد حضانات الأطفال المبتسرين ورعاية حديث الولادة في المستشفى. هي من أكبر الوحدات اللي عندنا في المستشفى واللي على مستوى مصر بتستقبل الأطفال حديثي الولادة من كل أنحاء الجمهورية ومجانا. النهاردة الوحدة مجهزة بكل الأجهزة المساعدة للحضانات، وإن شاء الله يعني هتبقى إضافة جديدة للشغل بتاعنا إن شاء الله في أبو الريش. وتعد وحدة الحضانات إضافة مهمة للمستشفى الحكومية الذي يقدم خدماته بشكل مجاني. كل العالم بيدخل للحضانات تقريبا من 10-15% من المواليد، احنا عندنا لغاية 25% من المواليد بيدخلوا الحضانات، وده له أسباب متعددة كثيرة، منها أن نسبة الأطفال المبتسرين في مصر عالية جدا ضعف نسبتها في العالم، وفي نفس الوقت احنا أعلى دولة عندها ولادات قيصرية، والأطفال لما بيتولدوا بالقيصرية ما بيكونوش مستعدين للولادة وبالتالي بيجي لهم مشاكل تنفسية وبيحتاجوا الحضانة. وتم تزويد وحدة الرعاية المركزة للأطفال بأكثر من 100 جهاز تشمل 22 حضانة وأجهزة تنفس ضغط المجرى الهوائي ووحدات إفاقة وحضانة محمولة وأجهزة قياس الصفراء وضخ السوائل. يوم جديد إذن هي مبادرة رئاسية تعنى بزراعة الأمل في القلوب، وهو ما يعكس تبني صندوق تحيا مصر لمشروع حضانات الأطفال حديث الولادة المبتسرين وتوفير أماكن مجهزة لأحدث التجهيزات من أجل طفل صحيح، فطفل اليوم هو رجل الغد. من مستشفى أبو الريش المنيرة، محمود العزالي، التلفزيون المصري.